أتمنى من كل أب وأم إنه يتكلموا مع أبنائهم الآن في هذه اللحظة وخليهم يسمعوا هذا الكلام، وإذا فاتهم يسمعوه مرة أخرى في الإعادة. بدر كان طالب عادي أو أكثر بقليل. مضاربة بين صبيان في إحدى حواري غرب الرياض غيرت مسار حياته للأبد. لحظات بسيطة من الغضب والتهور والطيش والشعور بالقوة حولته من طالب إلى قاتل، ربما دقيقة لا أكثر. عاش بسببها نصف عقد من الزمان، 5 سنوات خلف القضبان. تخيلوا أن يعيش إنسان 5 سنوات وهو يستيقظ كل فجر، واحتمال أن ينادى عليه ليسجل ضمن الموتى بحكم القصاص. حالة من الانتظار الرهيب كل صباح عاشها بدر السحامي اللي كره يوم الجمعة، لأنه كان احتمال في كل أسبوع إنه ينادى عليه ويتم قطع رقبته بالسيف. لكن بالرغم من ذلك لم ييأس ولم يقنط، أصر على مصادقة الحياة رغم أنها كانت تهدده بالانسحاب في أي لحظة.